مساكم الله بالخير. اليوم بإذن الله تعالى عندنا تغطية، عندنا افتتاح مكتب السلطان بإذن الله تعالى، راح يفتتح هروان بإذن الله تعالى. يلا حي، هلا حياك الله. هذا محل سلطان، مؤسس بيت الفوم للديكورات، ما شاء الله تبارك. البراء الخالد صاحب المصنع بسكاكا، يلا حي، نورت القرية، الله يسعدك، حياك الله، حياك الله. للحرارة والرطوبة، غير قابل للتصرف. وهذه الله يا أبو عمر، على البركة هالمحل. عاد بإذن الله تعالى نبي أصير خشير لكم، يعني لازم تعطوني نسبة. أبي أشارككم ب20%، 30%. كم بسوي زبون تجي؟ ما عندك مشكلة. سوي بيتك. ما عندك مشكلة. خبرني الفلوس أركض وراها راك. إعلامياتنا الكبيرة تغطيات القريات. الله يسعدك. هذا سناب. فهد الشيلي هذا مشهور من مشاهير القريات. يلا حيه. كيف الحال؟ شلونك؟ ما احنا مشاهير وجمهور. الله يسعدك. الله يسعدك. ان شاء الله يا ابو فارس، ان شاء الله. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحريم. ايوه. عملنا في الكلادينج، تغيينا الكلادينج، عملنا فيهم فرقي دلوقتي كل الكوريات. اول حاجه انت زملكاوي؟ والله لا، زملكاوي يعني نصراوي. الحمد لله. الحمد لله.